مواصل معاكم في زوم 73 حتى نص نهار. بعد شوية باش نمشيو للسويسي ونشوفوا شنو حكاية حرق مركز الأمن في السويسيا. مقبل هذايا مازلنا مواصلين في الاستهلاك، وقبيلة شوية مشينا مع محمود للمرشي، قضينا من المرشي باب جديد، عطانا الأسوام تاع الخضرة والغلة. باش بون احنا قررنا عنا نهارين تقريبا شنو باش نطيبوا اليوم، هذايا هو اللي باش نكتشفوه توت سويت في الدبارة في دار أمي. دبارة في دار أمي، نمشيو نتعشاو في دار امهاتنا، ولما ما تحلى كان بالكسكسي هذاك. علاش تكون معنا مدام كلثوم من مساكن باش تعطينا الغسيت؟ مرحبا مدام كلثوم، شنو حوالك؟ عايشك يا مريم؟ عايشك لاباس الحمد لله. الحمد لله، ان شاء الله كل عام وانت بخير. الحمد لله علينا وعليك وعلى جميع المؤمنين. يعيشك. الكسكسي نتاعنا اليوم احنا المنيو نتاع المنيو معناتها ساحلي حبيناه، دونك بدينا بكسكسي دار العرس، وخاصه الكسكسي المساكني الحقيقه بنين برشا كما كنت قبيله نقول الايمن، دونك نستحقوا فيه برشا حاجات غالي. اما ميسالش نهاولوا شويه اول نهار، باش نحاولوا نقتصدوا احنا في وسط الشهر، اما اليوم هانا باش ندلوا رواحنا. اليوم باش ندلوا رواحنا ومالا شنو؟ فوالا الام ديما تحب تدلل صغيراتها اول نهار، هذاك علاش اليوم باش نشريو لحم العلوش ونعملوا دبارة نتاعنا. اليوم المنيو شنو فيه مدام كلثوم؟ اليوم عندنا كسكسي السابع، كسكسي باللحم العلوش وشربة وبريك، كعيبة بريك وصلاتة وبريك أول وصليطة، مالا صليطة خضراء. اي صليطة خضراء هذيك. نبداو بالكسكسي، اش قولك؟ اي نعملو كسكسي، نحطو اللحم. استنى عاد مدام كرثوم، شنو نشريو له الكسكسي؟ نشريو اللحم. قد كيلو لحم؟ كيلو لحم. عليه قداش كسكسي؟ عليه طاسة طماطم. طاسة طماطم هذيا بحق. زمني الغسيطة على خاطر قليل توا، وين يكيلو بطاسة طماطم الحقيقة؟ اي بالكيلو، هو كل شيء بالكيلو باش يجي قد قد. دونك حكة طماطم نكيلو فيها الكسكسي نتاعنا. اي حكة الكسكسي الكيلو لحم. على كيلو لحم شنو اخر نسحقه؟ على كيلو لحم نسحقوا الزيت ورايص بصل وطماطم. اي طماطم سيكام، احنا نستعملوا طماطم سيكام، هي السبونسور نتاع. اي دونك طماطم باهية تفوح وتحمر مليح الماكلة. تفوح وتحمر وسمحة ما تقرصش وباهية. اي باهي دونك عندنا طماطم، ومن بعد شنو ياخذ؟ عندنا طماطم، عندنا الفلفل الأحمر. وغير فكركم. غير فكركم. يبنن الكركم. وشوية فلفل أكحل. وكعيبة ملح. نصبوا له شوية ماء. نستحقوا هريسة عربي ولا لا؟ لا 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 احنا ما عندناش الهريسة العربي. لا هذيك هي الخصوصية نتاع الكسكسي المساكني. هذا هو الكسكسي المساكني. بي حطينا المكونات نتاعنا الكل في الكوزينة. حطينا المكونات الكل، نصبوا شوية ماء، نخليه يدخل فك لفاح، يتقلى شوية يدخل فيه لفاح. ما حطيناش لفاحة مدام كلثوم، احنا حطينا المقفول توا على الغاز. حطوا الزيت شو باش نبداو؟ ما انا راني ما نعرفش، دونك انت باش توريني توا. حطيني بالتاب بالتاب. باه حطينا اللحم في المقفول. اي صبوا شوية زيت. شوية زيت ونحطوا بغرفة وشطر طماطم للطاسة كسكسي. الطاسة كسكسي وتحمر بغرفة وشوية، مش شوية ولا ليه؟ لا لا يزي يجيش مطمطم. باهي ما يجيناش مطمطم. باهي هذا للكيلو لحم. أيه. مغرفة وشطر طماطم ومغرفة وشطير فلفل احمر باش ما يجيش احمر. يبدا بارد شوية. اي احنا ديما نحبوه الكسكسي يبدا هكا احمر مع باش يظهر بنين، مش كيما ساعات في ليبيا في الجزائر يعملوه شوية اصفر ولا ابيض كاريمون. هذا كيعملوه بالكركم الاحمر. اي هاي من بعد حطينا الزيت وحطينا الفلفل الاحمر وحطينا الطماطم، نحطوا شويه ملح ربح. هاي وغرفه فلفل اكحل، غرفه صغيره تاع قهوه فلفل اكحل، وغرفه شطر مغرفه كبيره كركم. بي يتقلى اللحم نتاعنا في وسط هالفاحه. يتقلى اللحم نتاعنا. يتقلى اللي يدخل فيها كلفاح. وبعد نمرقوله بالمسك ونخليوه يغلي الكيك.
نمرقوا بالماء سخون هكا ولا مادام كلشي اي نمرقوا بالماء سخون خاطر كي تمرق بالماء البارد يمسمر اللحم دونك هذه هي لاسوس اللي لازمنا نقولوها للبنيات العرايس الجدد تمرقوا ديما بالماء سخون الماكله بالماء سخون بالماء سخون بيه وتحط حمص يتصمت وحده وكعبات عظم نزينوا بهم من بعد هذوم اي نزينوا بهم من بعد بيه وكيف اللحم يا اخو تقرص شويه تطلع الحيمه ترشق فيها فرشيطه كي تدخل لك الفرشيطه تحط كسكسيك بيه دونك مش هكاك الكسكسي نحطوه رعويني كيما نعملوا نحن لا 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 يا مريم يا مريم كيف نحطوها من الاول وكل يبدا ما يبلبل هو يعجن صحي يعجن احنا نحطوه كان اللحمه كي تدخل فيها الفرشيطه بيه يفور شويه يفور هكا ونسقي نزينو ناخذو الحمص قبل ما نسقيو مدام كلثوم فما زاد استيوس في التسقيه نسقيو بالزيت الدهان هذاك اي نسقيو بالدهان هذاك نفعو الدهان مدام كلثوم انت عندك خبره اما احنا رانا ما نعرفوش دونك اعطينا هل لي ديتاي هذوما باش البنات الصغيرات باش البنات يتعلموا فوالا دونك الكسكسي هبطناه من فوق الغاز ناخذوا هكا بالمغرفة السقا من فوق الزيت نسقيو الدهان نسقيو الكسكسي بالدهان بالدهان به وناخذوا شوية دهان في صحفة أخرى نصبوا فيها قريت صفيرة صفيرة اللي هي شنية الصفيرة صفيرة صفيرة شنية هذه صفيرة مش كركم صفيرة قريت صات أنا يبيعوه معنا يتبيعوا في عند العطار عند الناس الكل عند الناس الكل يبيعوه بيه نحطوا كل قريت في الطريفة كالدهان هذاك ونصبوا كل حمص وكل عظم وكل زبي باش يبدا لونه أصفر ونسقيه الكسكسي بيه نعبيه في شقالة فخار ونزينه ونحطوا الحيمات مع جنب بعيضاتهم ولكعبات عظم وشوية الحمص ندورها على الكسكسي وقرينات فلفل مقلي هذاك هو هذاك الكسكسينا ما فيهش خضره الكسكسي هذا لا لا يا مري اري ما كي نحطوا الخضره نكهه اللحم تتجبد ما يوليش كسكسي سابع دونك الخصوصيه نتاع كسكسي سابع انه من غير خضره جوست فيه الحمص وزبيب عظم وقرن فلفل التزيين وقرن فلفل مقلي هكا هو هذاك هو به ما ايمن حاط لنا صحن الكسكسي يشهي ايمن صحن الكسكسي كسكسي السبع اللي تحكي عليه مدام كلثوم فيه زبيب العظم الفلفل اما ايمن حاط لنا كسكسي فيه سفناريا دونك احنا لا ما نحطوش الخضر احنا ما نحطوش السفناريا لا نحطوش السفناريا به كسكسينا لليوم كسكسي العائله واللمة احذر دونك مع الكسكسي اخترنا باش نعملوا شربه فريك وبريك شربه فريك اي وكعيبه بريك وسلايطه وسلايطه وفيه البركة فيه مات البركة وناخذوا معها البن ولا فما اللي يحب وفما اللي ما يحبش فما اللي ياخذ كعيبة دقلة فما اللي ياخذ البيح زبيب كل واحد وشنو يحب في شقة كل واحد وش يحب لما أكثر السواحلية يحبوا الدقلة أكثر والبسيسة ليه ظهر لوقت شقة الفترة ولا فما شكون يشرب فما شكون يحب في الشقة كي يبدا هذاك الدنيا سخونه 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 اي تروي العطش يعني اي كي يبدا الدنيا سخونه معناها ياخذوا شويه بسيسة شبي الا كان طقس كيما هكا فما لا احنا ديجا الكسكسي قنعنا بالزيد ان شاء الله والكسكسي قنع بالزيد من غير نوش شربه فريك ولا نصحن الكسكسي ونهضمه بالسلايطه الخضر بسلايطه الخضر اوكي اللمة عندك انت مال اليوم مدام كلثوم اليوم في دارك انت اللمة وانت عشاو الكسكسي ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله نجيو بحدايا اي نجيو بحدايك اش قولك مرحبا بي اي بي دار الكبيره مالا نجيو نتعشاو بحدك يعطيك الصحه مدام كلثوم شكرا ليك على الغسات هذه وخاصه شكرا ليك على الخصوصيه اللي عطيتها لنا تاع الكسكسي المساكني مش غدوه غدوه معنا مدام ففاني نهار الاربعاء سينو انت ترجع لنا نهار الخميس بدباره اخرى ساحليه مدام كلثومه اني نهار اش نرجع لك ترجع لي نهار الخميس ان شاء الله بدباره ساحليه باذن الله ان شاء الله ان شاء الله شكرا ليك مدام كلثوم من مساكن يعطيك الصحة اي قل لي عايشة كريم تجيب حدايا بالحق
ان شاء الله نجيوك في الخير مدام كلثوم، فضلك معاك ان شاء الله نجيوك في الخير وربي فضلك الصغيرات وعائلتك الكل. عايشك عايشك نهارك مبروك وكل عام وانت بخير. نهار الخميس واش اي نهار الخميس باذن الله ها ان شاء الله. شكرا لك مدام كلثوم على بساطتها ديما هكاك احنا الناس الكبار، دونك يعطيك الصحه وبارك الله فيك. استدعتنا الناس الكل وقعدت تخمم ظاهر لي باش تعرف الكيله نتاع الطماطم تزيد كيله اخرى والا لا نتاع الكسكسي. دونك احنا منين جايين مدام كلثوم ميسيلش هكا انت تونس مع عائلتك. اذا كان عجبتكم الغسيل تلقاو لافيش من بعد شويه على صفحه رسميه اللي نجمه فين فيها المقادير وفيها زيد اليان تاع الفيديو باش نجمو تعرفوا الخصوصيه كيف ما قلت نتاع الكسكسي المساكني اللي ماهوش كيف ما كسكسيات اخرين في مناطق اخرى. مانيش نحكي فقط في الساحل ولكن حتى في تونس الكل فيه خصوصيه. وهالصفيره ذي اللي حكيت عليها مدام كلثوم انا الحقيقه ما نعرفيش، دونك انتم لوجوا عليها عند العطار نجمو تلقاوها وهي ظاهر لي فيها السر نتاع انه الكسكسي يجي الحمص والزبيب يجيو هكا اللون نتاعهم دغي. الفلفل ب 3750 نجمو ناخذو شطر قرن ايمن نزينو به الكسكسي باش ما نتقش ونمشيو في سياسه التقشف، خاطر اليوم صرفنا برشا وشرينا لحم العلوش ب 26 دينار. غدوه ان شاء الله استيوس اخرى ودباره اخرى تقعد ديما اللمه مزيانه في دارلهم. Zoom 73.